السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأصدقائي، معاكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات الموسيقية العراقي في بغداد. أرحب بكم اليوم أجمل ترحيب، واليوم عندنا من أجمل المقامات الجميلة والمتألقة وفيها روحية وتقاسيم يعني جميلة جدا. هذا مقام هو اسمه حجاز كاركم في الورقة، واللي هو يكون دائما الأجناس مالته جنس حجاز، هذا الجنس الأول، وأيضا عقد نقريس ياخذ، ومن ثم جنس حجاز بالنزول ياخذ جنس حجاز كاركم، واللي تلاحظوا امامكم، والقفله جنس حجاز امامكم الان. طبعا هو دليله دائما ياخذ، يعني امامكم شاهدوا اللي هو ياخذ دو اصبع ثالث، ري اصبع رابع، مي طبيعي، فا طبيعي، صول طبيعي، لا بيمول اصبع اول، سي طبيعي، ودو جواب، ثم النزول سي طبيعي، لا بيمول، صول طبيعي، فا امامكم طبيعي، ومي طبيعيه، وري بيمول دو. اذن ياخذ عندنا هنا عندنا ياخذ علامتين بيمولات، اللي هو فقط ري بيمول، وياخذ عندنا العلامه الاخرى اللي هي اللا بيمول. اصدقاء الان امامكم اللي هو هذا دو ري دو ري، هذا الري بيمول، يعني دو ديز، دو ري مي فا صول لا بيمول سي. لاحظ دو لا سي لا صول فا مي مقامكم. أكيد الأمثلة اللي موجودة في صندوق الوصف، طبعا أنا في انتظارك لأم كلثوم، الترتيب الأول في الدخول لهذه الأغنية، وهي الأغنية اللي هي عام الصور عام 1943، اللي هي هذه الأغنية الجميلة من هذا المقام. أيضا عندكم في صندوق وصف عدد من الأغاني اللي كتبتها، اللي راح تشاهدون أنه من هذا المقام. تحياتي لكم، ولا تنسون الإعجاب والاشتراك في قناتي، وتتابعون أيضا دروس المقامات والأطوار الريفية، إضافة إلى دروس تعلم الغناء والطرب العربي. تحياتي لكم ومع ألف سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.